سانا المشهد الأول، ابدأي. هذا يبدو جيداً. اسمي سانا كيلي وأعمل فنانة في المؤثرات الصوتية الفولي، وأملك شركة ريل فولي ساوند. الصوت جزء مهم جداً في شتى أنواع وسائل الإعلام، لتهيئة الأجواء وسرد القصة. الصوت يشعرك بقوة المشاعر. دائماً ما أضيف لمساتي الفريدة. لا أعرف فيما يستخدم، لكني أعلم أنه يبدو رائعاً. فن الفولي يظهر في كافة جوانب حياتي، فأنا دائماً أستمع له وأتعلم منه. استمد فولي آرت اسمه من جاك فولي الرائد في مجال المؤثرات الصوتية خلال أوائل القرن العشرين. قدم فولي فكرة دمج أصوات الحياة اليومية الحقيقية في الأفلام. يجب أن يكون موقع التصوير هادئاً جداً عند تصوير الأفلام. هدوء! أكشن! يعاد إنتاج كافة الأصوات التي تسمعها في مسرح فولي كهذا. حسناً، هيا بنا. إلى متى ستستمر في ذلك؟ في أي وقت يتحرك فيه الممثل أو يحرك ذراعه، يجب أن أحدث صوتاً مشابهاً بالملابس وخطوات الأقدام وكل شيء من البداية إلى النهاية لمحاكاة صوت التجول بالخارج. فإن الشيء السحري الذي يجدي نفعاً هو هذه القهوة الرائعة. أنا شخصياً أفضل القهوة المتوسطة التحميص. لها صوت يشبه صوت الأتربة قليلاً. نحن نولي اهتماماً لما يحدث ومشاعر الممثل في أي وقت. إذا لاحظت عندما يشعر الناس بالحزن، فإن أقدامهم تحتك بالأرض قليلاً، لذا أضيف قليلاً من أصوات تدل على الاحتكاك. عندما يشعر شخص ما بالحزن، أفعل هذه الحركة بيدي، أضربهما ببطء للتعبير عن الأسى. إذا كنت سعيدة ومتحمسة، سأصفق بيدي تعبيراً عن البهجة. هناك مشاعر كامنة خلف فن الفولي، ولهذا السبب لا يمكن للذكاء الاصطناعي القيام بهذا الدور. علينا أن نقوم بالأمر بأنفسنا. نحن نحب كافة عملائنا ونحب كل المشاريع، لكن بعضها يكون مميزاً مثل تيد لاسو وذا كليننج ليدي. عملنا أيضاً على ريفرديل وذا ووكينج ديد وشيمليس. أنجزنا مشاريع كثيرة، وأحياناً نقول إننا نتبع طريقة محددة ونستخدم الأداة التي يستخدمونها بالفعل، لكن إذا لم يكن ذلك ممكناً عليك تزييفها. سأريكم كيف سأصدر صوت قلي الطعام. لا أعرف إذا كنتم تناولتم هذه الأشياء من قبل أم لا، لكنها لذيذة جداً. تذوق بعضها لتحدد ما إذا كان مذاقها جيداً. أنا أمزح، لست بحاجة إلى تذوقها، لكن عليك سكبها هنا فحسب. استمع لهذا. لا أخطط للأمر كثيراً بشكل مسبق، لكن عندما أشعر بالابتكار في مسرح الفولي الخاص بي، أقول أوه، إذا استخدمت هذا مع ذاك سيكون وقعه رائعاً جداً، مثل الفراشات الصغيرة والحشرات الزاحفة والحيوانات الصغيرة والحشرات الصغيرة. مشهد الجنازة دائماً ما يكون حزيناً جداً. إنه أمر محزن جداً، لأننا عادة ما نضطر للذهاب إلى التراب وحفر قبرهم. عندما أكون هنا تصول الأفكار في رأسي وتجول، محاولة التفكير خارج الصندوق وصنع شيء أفضل بكثير. كيف يمكنني أن أجعل الأمر أفضل؟ إذا أضفت صوتاً خفيفاً وقليلاً من هذا وذاك لجعل صوت المشهد مثالياً. وسط التأثير الكبير للذكاء الاصطناعي في صناعة الأفلام، بدءاً من الكتابة وحتى كل شيء، سيواجه الأشخاص الذين لا يضعون ميزانية ولا يهتمون بالصوت تحديات بالتأكيد. هؤلاء الأشخاص لا يستخدمون فن الفولي حالياً أصلاً، لذا لا أعتقد أن الأمر سيتغير كثيراً بالنسبة إلينا. أي شخص يهتم بالصوت وبمشروعه سيتأكد من وجود لمسة بشرية فيه. يتساءل كثيرون أيضاً عن الهاتف المحمول ويقولون أليست هذه بي بي بي
مؤثرات صوتية؟ نعم، صوت الرنين مؤثرات صوتية، وصوت النقر على الشاشة مؤثرات صوتية، لكن فن الفولي يظهر كلما لمسوا الشاشة. ينفق المخرجون والمنتجون وصناع الأفلام ملايين الدولارات لتصوير روائعهم الفنية. إنه شرف عظيم لي أن يختاروني ويثقوا بي لإنجاز مشروعهم. أحاول بذل قصارى جهدي لتقديم أفضل ما لدي، وبذل جهد إضافي لجعله مثاليا بقدر الإمكان. أشعر أنني محظوظة جدا. أنا محظوظة. Thank you.